نشكر كل الكلابات اللي شاركونا. نحن هلا عاملين جوينت ميتينج مع نادى علي ويست، رئيس زينة عطايا، كورا عصام طاق، وبيروت سانتر رئيس عفات، وبيبلوس فيدا فرح، وعبدة رئيس ماريو نصار، زغارتا جوليم عوض، وماتن جيت ريتا عماد، وعن حمينة أبر ماتن رئيس دارس ورئيس أنطوان، عن سور إيروبا رئيس إيمان جفال، أهلا وسهلا فيك، وأهلا بكل الأعضاء من كل النوادي، يعني صعب أقولهم كلهم، أهلا وسهلا فيكم. هلا رئيس كمال نعطي كلمة لسنة تحب الضيفة لنا. طولي رح نعمل ميوت للكل، ورئيس سنة جاي عملي أن ميوت لحالك. بونسوار جميعاً. طيب، today's discussion will be held by Professor Pascale Salameh, PharmD, MPH, PhD, HDR, Diploma in Biostatistics, PhD in Epidemiology, currently a full professor of Epidemiology at the Lebanese University, at the Faculties of Medicine, Pharmacy, Health, Public Health, and Doctoral School of Sciences and Technologies. She is also quality representative of the University of Lebanese University. Previously Dean of the Faculty of Pharmacy, Lebanese University, and previous Associate Dean of Academic Affairs at the School of Pharmacy, Lebanese American University, previous Chair of the Scientific Committee at the Lebanese Order of Pharmacists, currently Chair of the Scientific Committee of the Lebanese Food, Drug, and Chemicals Administration, Lebanese University. She is an expert in research direction with a Diploma of Ability to Direct Research, HDR. Long experience in research designing, data collection, management, and advanced statistical analysis, has produced more than 300 publications in peer-reviewed journals and presented hundreds of oral presentations and scientific posters in the fields of medical epidemiology, clinical pharmacy, and public health. أهلا وسهلا فيك ست باسكال، دكتورة باسكال سليمي، أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. Okay. Bonsoir la jamie. بيشرفني انه اكون معكم حتى نحكي شوي عن موضوع كثير مهم يلي هو موضوع الكوفيد 19. رح احكي عن الكوفيد 19 ورح شدد على الوضع بلبنان. بما انه هلا نحن قاطعين بفتره هيدا الموضوع كثير اخذ من وقتنا ولازم ياخذ من وقتنا لاهميه. اكتشفني بالصين لأول مرة بآخر 2019، مشان هيك بيسموه كوفيد 19، ومن بعد ما بلش بالصين رجع بلش ينتقل للبلدان المجاورة إلى أن وصل على إيران ووصل لعنا على لبنان. هلأ مهم أنه نعرف أنه بعد لحديت هلأ ما منعرف من وين جاي الكورونا فيروس. في عدة احتمالات، في عدة هايبوتيسس حاطينهم. المرجح أكثر وحدة هي إنه يكون المشكلة يكون الفيروس كان أساساً موجود بالخفافيش الباتس، وهالفيروس عمل ميوتيشن بقلب الخفافيش وبعدين انتقل. يمكن يكون انتقل دغري على الإنسان، وهون في دراسات بتقول إنه في علماء عم يعملوا دراسات على الكورونا فيروس الأساسي الأولاني، وراحوا ودقوا بهالخفافيش وهن أول ناس لقطوا الكوفيد. في دراسات بتقول لا، رجع مرق بغير حيوانات، وبعدين هالحيوانات عم كانوا ياكلوها بوهان بسوق للحيوانات المش أليفة، يعني الحيوانات اللي نحن عادة مش معودين عليها وما عادة ما بيأكلها الإنسان، ولكن في بعض المناطق بالعالم بيحبوا هيدا الشيء. كل شيء حيوانات برية عجيبة غريبة بيحبوا إنه ياكلوها، وفي كتير دراسات بتقول انه اكترية الفيروسز الجديد يلي بيبينوا يسمون emerging viruses
بيجوا من وراء هالحيوانات الغريبة. فإذا يلي صار أنه فينالمان وصل هيدا الفيروس للإنسان، وهالفيروس مثل ما بتعرفوا أول ما بلش يعمل مشاكل رئوية، وهالمشاكل الرئوية مرات عم تصح لحالها ومرات ما بتصح لحالها. فإذا هيدي الإشوار إذا بتكون الخبرية يلي بلش فيها الكوفيد 19. تنحكي بالشي اللي بهمنا نحنا بلبنان. أول حالة كوفيد 19 كانت حالة مدام جاية على طيارة إيرانية وصلت على لبنان. هيدي كانت أول شخص بيبين عليه المشكل. بيرجع بعدين صار يبين عنا عدة ناس. أول شيء بلشنا بناس جاية من برات لبنان، وبعدين شوي شوي صرنا نشوف إنه لا، حتى في حالات ناس عم بيبين عندها الكوفيد 19 هي وعايشة هون بدون ما تكون سافرت ولا راحت ولا التقت حتى بناس مسافرين. وهذا الشيء اللي منسميه هلأ الانتقال المجتمعي. يعني نحن هلأ وصلنا لوقت ما بقى فينا نقول إنه الكوفيد 19 عم بينتقل من شخص مريض لشخص غير مريض، وهالشخص المريض نحن منعرف من هو. وصلنا لوقت هلأ عم نقول إنه في ناس عم بيلقطوا كوفيد بس ما بيعرفوا هن من وين لقطوا، لأنه هن ما بيعرفوا حدا مريض. وهلأ رح نشرح ليش ممكن إنه يصير هيدا الشيء وكيف ممكن يصير هيدا الشيء. فإذا تنكفي بعدنا بالخبرية قبل ما نوصل على الأشياء الساينتيفيك. نحن أول ما بلش الموضوع الوزارة ومشكورة بوقتها بلشت تشتغل صح. هلأ قدروا أنه يسيطروا على الموضوع لأنه كان بعد عدد الحالات بعده كتير واطي. وهون أنا ما بدي أخفي عليكم أنه بلشنا صح وكان كل شيء ماشي الحال، إلى أن صار بلش أول شيء المشاكل بين الوزارة وبين اللجنة يلي بتشتغل بالسرايا الحكومي. يعني هاللجنة يلي بتشتغل بالسرايا الحكومي هي لجنة مؤلفة من ناس من الوزارة بلس ناس من السرايا الحكومي، ناس من رئاسة الجمهورية، ناس من عدة وزارات، من النقابات، من عدة أطراف. يعني إذن هاللجنة هاي يلي هي لجنة متابعة الكوفيد 19 على أساس هي اللجنة يلي موكلة إنه تاخد قرارات بالنسبة للكوفيد 19 بناء على توصية من قبل وزارة الصحة. فإذن الأمور كانت ماشية بطريقة كتير سلسة، إلى أن ما بعرف أنا ما كنت موجودة، اللي صار إنه صار في مثل العادة مشاكل، وهالمشاكل أدت أنه ما يعود في دايماً هيك هالتواصل يلي نحنا بهمنا أنه يكون موجود بين وزارة الصحة وبين هاللجنة. ومن وقتها صار في عدة أمور. المشكلة الأساسية يلي بلشت مثل ما قلت لكم، لأنه بلشت كانت صغيرة، كان في إمكانية إيه. دونك المشكلة يلي بلشت وكانت صغيرة، كان في إمكانية إنه نقدر نسيطر عليها، ولكن يلي صار وصلنا لشهر حزيران إذا بتتذكروا كانت الأمور كتير ماشي حالة، كان بعده المطار تقريبا مقفل، يعني عم بيفتحوا ولكن لعدد كتير 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 محدد من الناس يلي بدها تجي على لبنان، إلى أن اتخذ القرار إنه يفتحوا المطار للجميع. وهيدا الشيء يلي ما ساعد أبدا. هون يلي صار إنه فتحة المطار
هيدا يلي بلشت تخلي الحالات تكتر، وبس كترت هالحالات بما انه ما في استراتيجية واضحة من الاساس، هيدا الشيء ما ساعد ابدا ووصلنا للي وصلنا له. غير فتحة المطار في موضوع تاني كمان بدي احكي عنه يلي هو المستشفيات. في عنا مشكلة انه المستشفيات تبعولنا، تعرفوا في المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية. المستشفيات الخاصة مشكلتها انه لحديت هلأ منهم كتير متفقين مع الوزارة وبدوا المصاري من الوزارة، صار لهم زمان. ما بعرف إذا معكم خبر إنه المستشفيات الخاصة بدها حوالي 3000 مليار من الدولة، وبما إنه الدولة صار لفترة مش عم تدفع، عم تتراكم هالمبالغ وما مش الحال. يعني لحديت هلا الدولة ما عم تقدر تدفع المدفوعات اللي عليها، وهذا الشيء عم بيخلي المستشفيات الخاصة ترفض تستقبل مرضى كورونا، ما عدا أكيد في كم مستشفى عم بيعملوا هيدا الشيء. وفي عنا المستشفيات الحكومية يلي أول ما بلشت كان في بس مستشفى رفيق الحريري يلي جهز لحتى يستقبل مرضى الكورونا، وشوي شوي علي العدد وصاروا يشتغلوا أكثر على المستشفيات الحكومية بالمناطق. جهزت بجهود من وزارة الصحة وبجهود من منظمة الصحة العالمية، جهزوا عدة مستشفيات حكومية. يعني هلأ في مستشفيات قادرة أنه كيف بدي أقولكم تستقبل المرضى الكورونا، ولكن وصلنا لوقت unfortunately المستشفيات الحكومية تقريبا صارت مليانة، والمستشفيات الخاصة مش عم تقبل انه تستقبل هالمرضى هيدول. وهيدي الشغلة يلي نحن هلا المشكلة الكبيرة يلي عم نواجهها. يعني اسئلة سوري ما بعرف اذا سوري عم قطشك دكتور، الاسئلة هلا او بعدين؟ اذا بتحبي تسألي هلا انا ما عندي مشكل. المستشفيات الخاصة حضرتك عم بتقولي انه لانه في مديون كتير للدولة ما عم تقبل تستقبل حالات الكوفيد، حتى لو الأشخاص عندهم أسيرانس والأسيرانس تبعيتهم تدفع لمرضى للكوفيد؟ ايه هلأ بالنسبة للأسيرانس كمان هون في مشكل تاني. يعني أنا كنت عم بحكي عن المستشفيات الحكومية وعم بقول المستشفيات الخاصة بس بعد ما كفيت. هلأ المستشفيات الخاصة كل الناس يلي هن على حساب الدولة أو على حساب مثلاً الضمان، الجهات الضامنة الحكومية أو شبه الحكومية، مثلاً الجيش أو الدرك أو غيره، هول المستشفيات الخاصة هول هن اللي بدأ منه المصاري ويلي بعد حد هلأ في عندها مشاكل معه. أما المرضى يلي عاملين أسيرانس، ما بعرف إذا بتعرفوا بس بكونترا الأسيرانس ما في شيء اسمه بانداميكس، يعني ما بيغطوا الجائحة يعني اللي هي المرض اللي متفشي بالعالم مثل ما بنسمي هلأ الكوفيد 19. مشان هيك لأنه ما بيغطي الكونترا، مش كل الأسيرانسات قبلت أنه تغطي المرضى يلي عندهم كوفيد 19. يعني في كتير مرضى هلأ عاملين أسيرانس بس في أسيرانسات عم تقبل في أسيرانسات مش عم تقبل، وهذا الشيء عم بيزيد المشكل. يعني أنا كنت باللجنة تبع السرايا الحكومة يلي فيها ناس مثلاً الصليب الأحمر، كل مرة المسؤول عن الصليب الأحمر يحكي عن ذات الموضوع أنه يا خي هذه شغلة بدها حل، بيبعتوا ورانا تعالوا خذوا المريض، بيروحوا بيقعدوا بيبرموا على المستشفيات وما عم بيلاقوا بسهولة مستشفيات تقبل مرضى الكوفيد. هيدي المشكلة الأساسية يلي نحن هلأ واقعين فيها، المستشفيات الحكومية تعبت والمستشفيات الخاصة مش بسهولة عم تقبل تاخد مرضى الكوفيد. طب هيدا الشيء يلي عم بيصير فينا وهيدا الشيء يلي هلأ معزمنا. شو بدي أقلكم، هيدي مشكلتنا هلأ يلي عايشينه.
ساندريلا وصلت لك البرزنتيشن؟ ايه وصلت هلا وصلت طيب بتحطيها انت؟ فاذا مثل ما قلنا هالفيروس يلي بلش بالصين بلش ينتقل بالعالم كله لازم تعرفوا انه 85 ل 90% من الناس يلي بيلقطوا الفيروس بالاجمال ما بيعملوا عوارض او اذا عملوا عوارض بتكون عوارض كتير خفيفة. في عنا 10 ل 15% بيعملوا عوارض قوية وفي عنا تقريبا هلا حاليا بالعالم بين 3.5 وال 4% يلي لحديت هلا يلي توفوا من وراء الكوفيد 19. Next slide. لكن هلا بالبلدان الفقيرة مثلنا نحن بنعرف انه بالبلدان الفقيرة اجمالا في كتير عوامل ممكن انه تزيد من احتمال انه الشخص يصير عنده كوفيد 19. اهم شيء انه في اوفر كراودينج يعني الناس يلي ساكنة بالمناطق الفقيرة بالاجمال بتكون قاعدة كتير قريبة من بعضها بيوت بتكون صغيرة كتار الناس يلي قاعدين بقلب هالبيوت والفقر واهم شيء وهذا الشيء اللي كنا هلا عم نحكي عنه انه النظام الصحي منه دائما بيكون حاضر لعدد الناس يلي بده يصير معها هيدا المشكل. هلا لاحظنا شغله انه بالبلدان اللي الفقيره مثل بافريقيا وغيره ما كان في انسيدنس كتير عاليه يعني لحديت هلا الاعداد الموجوده بهالمناطق هاي منا كتير عاليه والسؤال يلي بينسال ليه منا كتير عاليه مع انه نحن بنتوقع انه اكثر شيء لازم يكون في مشاكل هونيك. هلا في ناس بتقول انه لانه بهالمناطق هاي اوريدي هن معودين على الفيروسات وبيعرفوا يتعاملوا مع الفيروسات خاصة مثلاً الفيروس إيبولا يلي بيّن من 4-5 سنين وصاروا يعرفوا كيف بدهم يتعاملوا مع الفيروس. في ناس بتقول لا المشكل هو أنه ما عم يعملوا فحوصات كفاية فإذا في عنا under testing في عنا under reporting يعني حتى ممكن ما يكونوا عم بيخبروا منظمة الصحة العالمية شو عم بيصير عندهم exactly وقديش في عندهم ناس عندها هال هلا لازم تعرفوا شغله وهيدي الشغله ممكن تنقص حياه كثير ناس انه هالفيروس هيدا يلي هو الكورونا فيروس هو حساس على الحراره وحساس على الصابون. يعني بالنهايه انا شو ما كانت الكميه الفيروس يلي ممكن تكون على ايدي اذا غسلت ايدي مزبوط مثل ما لازم هلا بعد شوي رح نحكي عن هذا الموضوع هيدا الشيء كفيل بانه يروح الفيروس وبيروح بالحراره يعني اذا كان موجود بالاكل بالهيدا بس تحطوا الاكل على النار بالاجمال بيروح هالفيروس. هلا بلبنان مثل ما خبرتكم خبريه نحن لبنان ما مش مغيرين عن غيرنا بلشنا بالمشكله ب 21 شباط مثل ما قلت لكم ونحن في عنا أكيد ظروف خاصة هي اللي بتخلي المشكلة عنا تكون مرات أصعب. أول شيء في عنا برسنتج عالي من الناس يلي معقولة إذا لقطوا المرض يعملوا حالات صعبة يعني الناس يلي عندها حالات مرضية مستعصية كرونيك ديزيز مثلاً في عنا برسنتج عالي ناس عندها كانسر ناس عندها أمراض قلب ناس عندها سكري ناس عندها انسداد رئوي وغيره وأكيد نحن كمان بالنسبة للمنطقة من المناطق يلي عندنا كمان ناس كبار بالعمر وهذا الشيء كله بيزيد من احتمال إنه إذا هالناس لقطوا الكورونا مثل ما قلنا إنه في احتمال يكون في وفيت أكثر لأنه الدراسات برهنت أنه الناس يلي عندها هالمشاكل الصحية أو الناس يلي كبيرة بالعمر هي في احتمال أكثر أنه تموت من الكورونا. فإذا مثل ما قلنا أول ما بلشنا
اجت الدولة بلشت تشتغل صح، سكروا الحدود، سكروا المطار، طلبوا من المدارس تسكر، برجع بعدين سكروا البلد من 15 أدار ل 30 أفريل ل 30 نيسان. ولاحظتوا بوقتها الميديا على التلفزيون على الراديو على السوشيال ميديا كله صار يحكوا للناس social distancing والhand hygiene respiratory hygiene، حطوا الماسك نطفوا وعملوا انشغل، وشغل كان بوقتها مناسب لعدد الحالات اللي كانت موجودة، وفعلا قدرنا شوي شوي ننزل الحالات حتى وصلنا للصفر. بتذكر أنا في نهار سفرنا، ولكن مثل ما قلنا رجعوا بسبب الحالة الاقتصادية، قالوا لا لازم نرجع نكبر ولازم نرجع نفتح، وهذا الشيء اللي قرروا يعملوه على اساس انه نعمل خطة للفتح للديكونفاينمنت. بلشنا بأول أيار، أول أيار بلشنا شوي 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 شوي، بلشت الناس ترجع تتعود إنه الكوفيد دي شغلة سهلة ومنا هالقد صعبة، ويحي فتحنا وما صار شيء إلى أن انفتح المطار مثل ما قلنا. وبس فتح المطار بلشت الأعداد ترجع تعلى. هل يا ترى هيدا شيء بسبب فتحة المطار ولا بسبب عوامل أخرى اجيت بذات الوقت؟ انا ما بقدر اعرف 100%، وخاصة انه لاحظنا انه الاعداد الناس يلي جاية وهي عندها اوريدي كوفيد، الناس يلي كانت مسافرة وجاية مع كوفيد منا كتير عالية الا من بعض البلدان مثل افريقيا او مثل العراق. ولكن انا برأيي الشخصي المشكلة يلي صارت هي انه عم ينعمل بي سي آر وعم بيقولوا لهم روحوا قعدوا ونحجروا جمعتين وهيك، بس الناس ما كانت عم بترد. يعني لأنه هن لازم ينحجروا هن ما عم بيروحوا ويقضوا جمعتين، وبتعرفوا نحن بالضيع بيجوا بيسلموا بيعملوا حفلات وهيدا الشيء كله بخلي الناس تختلط ببعضها، وهيدا الشيء اللي خلى شوي شوي هالفيروس ينتقل عنا بلبنان. غير مشكلة عنا إياها كمان هي قصة الفحوصات. أول ما بلشنا كان بس مستشفى رفيق الحريري يعمل فحوصات، بعدين صار في عنا مستشفيين ثلاثة مثل اللي ببيروت، المستشفيات الكبيرة الجامعية مثل أوتيل جو وغيره. يرجع بعدين من بعد ما في فترة بلشوا يعلو الأرقام، قاموا قالوا أنه لازم كمان غير محلات غير لابوراتوريات غير مختبرات تشارك بهالفحوصات، وهذا الشيء يلي صار. بس بلشوا غير مختبرات تفتح وبلشوا يجيبوا كمان فحوصات كيتس، يعني الأشياء المواد اللازمة ليعملوا فحوصات من محلات ما كتير منعرف شو هي هالمحلات وشو عم بيصير. وهذا الشيء اللي خلى يصير في عنا false positive and false negative، يعني شخص بيعمل الفحص بيطلع positive وهو بيكون مش positive. هلا هيدا ما لها مشكلة، بس المشكلة هي وقت اللي بيطلع الجواب negative وهو منه negative، هو بيكون حامل الفيروس. فإذا شو الأسباب يلي بتودي لهذا الشيء؟ مثل ما قلنا أول شيء ممكن الفحص ما يكون عم بينعمل مظبوط، أو ممكن الفحص يكون عم بينعمل مظبوط ولكن المشكل يكون من الكت بحد ذاته، إذا منه مصنع مظبوط أو إذا جايبينه قعد بالشمس فترة طويلة قبل ما يطلع من المطار أو من البور أو غيره. لذلك لأجل كل هالأسباب ممكن يكون منزوع الفحص وممكن عم يعطي أرقام غلط. Next slide. فإذن هون منشوف كيف بلشنا بأواخر شباط. كان عنا كل يوم يطلع عنا أرقام
بسيطة وشوفوا معي لحديد 1/7/2020 مكتوب 7/1 لأنه بالإنجليش. So July 1st 2020 كنا هون ما في جمعة زمان بلشت الأرقام تعلى ولاحظوا أرقامنا عم تعلى عم تعلى عم تعلى عم تعلى وكل ما بدنا نقرب لقدام كل ما متوقع إذا كل شيء كفى مثل ما هو مكفي متوقع إنه هالأرقام تعلى أكثر وأكثر. هلا بهم نعرف إنه صرنا عاملين تقريبا حوالي 770,000 فحص من بيناتهم هيدولة في 4.3% بوزيتيف يعني تقريبا يعني أقل من 5% من الناس معهم كوفيد. هيدا إذا اعتبرنا إنه كل الفحوصات جيدة ومزبوطة وما عندنا مشكلة. هلا percentage of change in cases كيف هل عدد الكيسز عم بيتغير بين يوم والتاني؟ منلاحظ إنه بلشنا كانوا الكيسز عم بيدوبلوا وشوي شوي 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 كل ما عم بيقطع الوقت كل ما عم نوصل لحتى شوي شوي صار يوطى البرسنتج. هلا منلاحظ انه نحن تقريبا بفترة كل يوم عم نعلى بين 2-3%. شو يعني كل يوم عم نعلى بين 2-3%؟ الارقام تبعولنا يعني كل جمعتين منتوقع انه رقم الناس يلي معها كوفيد عم بيدوبل. فاذا نحن عم ندوبل كل جمعتين، هيدا الرقم تبعنا. Next slide. بمقابل هالأرقام هيدي يلي عم تكتر، طبعا مثل ما قلنا المشكلة يلي مقابلها هي انه النظام الصحي عنا عنده كتير مشاكل. اول شيء لا لقبلها ايه مشاكل مصاري financial، مشاكل عنا مشاكل اقتصادية، عنا مشاكل بالتنظيم، وطبعا كلياتنا بنعرف انه في موضوع اللاجئين خاصة اللاجئين السوريين يلي هن كتير كتار يلي هن كتير بياخدوا مطرح خاصة بقلب المستشفيات الحكومية. فإذا لأجل كل هالمشاكل فينا نقول انه نحن نظامنا الصحي منه مستعد انه يستقبل كل هالأعداد ويلي عم تعلى كل يوم. Next slide. فإذا تحكيكم شوي بعض الأرقام بلبنان نحن تقريبا فينا نعتبر أنه عندنا 3 تخوت بالمستشفيات لكل 1000 شخص. منشبه إيطاليا مشان هيك منضل نحكي بالسيناريو الإيطالي. بفرنسا عندهم 6 تخوت لكل 1000 شخص. بألمانيا عندهم 9 تخوت لكل 1000 شخص. دونك هيدا الشيء يلي بخلينا نحن على طول نقارن حالنا بإيطاليا. Overall فينا نقول انه عندنا تقريبا 15,000 سرير، في منه تقريبا 2500 بالمستشفيات الحكومية، وفينا نقول كمان انه بالاي سي يو يعني بالعناية المركزة عندنا أنتو إبورتو عنا تقريباً 2500 تخت، من بيناتهم في 1500 ريسبيريتر يعني 1500 مكنة للتنفس. ولكن كلنا بنعرف أنه حتى لو في 1500 مكنة للتنفس مش معناتها هالمكنات كلهم رح يروحوا للكوفيد 19. يعني بنعرف نحن أنه تقريباً 80% منهم أوريدي مأخذين لغير مشاكل، مشاكل قلب، مشاكل رواية، غير الكوفيد. في مرضى أوريدي موجودين بهالمستشفيات وأكيد عم بيقلبوا بالمستشفيات. فإذا فينا نعتبر أنه تقريبا عندنا حوالي، لأنه ودايما بقول حوالي لأنه ولا مرة فيني يكون أكيد من الرقم يلي عم بعطي، مشكلة أنه ما عندنا أرقام 100%، بس فينا نعرف أنه حوالي 300 ريسبيريتور موجودين وهن مخصصين للكوفيد على الأرجح. نحن هلأ
تقريبا على ال 50% saturation. ومو هيدا الشيء اللي قريته من يومين. اليوم رجعت قريت انه عم بيقولوا انه المستشفيات الحكوميه خلص انتلت والمستشفيات الخاصه مشكلتهم مثل ما قلنا مشكله المصاري مع الاشيرانسات ومع الدوله وغيره بتخلي انه ما بيقولوا قد ايه عندهم تخوت اكزاكتلي وحسب المريض اذا بيدفع هو او ما بيدفع هو وعلى حساب مين بتعرفوا انتم مشاكل المرضى بالمستشفيات هذا شيء موجود من قبل الكوفيد كيف اذا هلا واكيد كلنا بنعرف انه الانفجار يلي صار ببور بيروت كمان هيدا اثر على 3-4 من اهم المستشفيات بلبنان ومن المستشفيات الكبرى يلي كانوا متكلين عليها انه هيدي بدها تستقبل مرضى كوفيد دونك نحن هلا بالنسبه لنا الوضع ما انه كثير سهل ongoing cases قديش عندنا ناس هلا عندها كوفيد شوفوا كيف بكل الفتره الاولانيه كانت فريمون الارقام كثير واطي قريبه من الصفر وشوي شوي مثل العاده بذات المحل ببلشوا يكتروا يعني ناس بذات الوقت هلا عندها كوفيد 19 هلا طبعا هول الناس مش كلهم بالمستشفيات مثل ما قلنا بالمستشفيات عاده بنلاقي حوالي 10-15% بالمستشفيات وفي من هال 10-15% في عدد كتير ضئيل بيكون عادة بالعناية المركزة بالسوان الانتنسيف. فإذا لا أجل كل هالأسباب أول ما فكروا أنه we must flatten the curve. شو يعني flatten the curve؟ يعني بدل ما يكون عندنا أرقام كتير عالية بذات الوقت ونجي نحن نعبي المستشفيات ونعبي تخوت مناخد الـ protective measures ومنخلي الأرقام يمكن الأرقام هنا زيتهم آخر شيء يصيروا ولكن بيصيروا عمهلون ولأنه بيصيروا عمهلون ما بيعبوا تخوت بالمستشفيات وبس ما يعبوا تخوت بالمستشفيات ساعتها المستشفيات بتاخد نفس بتكون قادرة تهتم أحسن بالمرضى وهذا الشيء بيخفف من الريسك أنه المرضى يتوفوا بكل الحالات هلا نحن مثل ما قلنا بعد ما عبينا المستشفيات يعني بعدنا هون عندنا تقريبا 1% وفاة يعني من بين الناس يلي عم بيصيبهم كوفيد 19 في عندنا 1% عم يتوفوا اجمالا كبار بالعمر عندهم مشاكل صحيه مثل ما حكينا ممكن يكون عندهم سكري ممكن يكون عندهم مشاكل قلب مشاكل رويه وغيره إذا نحنا بدنا هيك نرجع نلخص كل هالأشياء اللي قلناها بالنهاية هيدا فيروس بعد لحد هلأ ما بنعرفه 100% بعد لحد هلأ في أشياء ما بنعرفها بعد لحد هلأ في أشياء بنكون مفكرينها صح تاني يوم تطلع غلط دونك بدنا نطول بالنا لحتى نصير نعرف عن جد شو رح يصير خاصة شو رح يصير للمستقبل لازم تعرفوا انه اكيد الشرك عم تشتغل لحتى تعمل فاكسين لحتى تعمل طعم ولكن انا بقول بعد كتير بكير تنتأكد انه هالطعم هيدولي هالموجودين بالعالم كله يلي كل شيء في شرك ادوية عم تشتغل عليه وعم تحاول انه تطورها بعد بكير حتى نعرف ايه رح يزبط وين رح يزبط وهل يا ترى إذا انعطى لناس كتير بأعمار مختلفة بأحجام مختلفة بمشاكل صحية مختلفة هل يا ترى رح يكون إفكاس وهل يا ترى رح يعمل مشاكل رح يعمل عوارض جانبية أنا بقول بعد بكير تنعرف كل هيدا الشيء في بعض البلدين في بعض الناس طرحوا شيء اللي عم يسموه مناعة القطيع إذا بتتذكروا نحكى عنها كتير herd immunity بس خليني أقولكم إذا بتتذكروا شفنا أنه حوالي 5% من الناس يلي عملوا testing هولي طلعوا positive لازم تعرفوا أنه لحتى نقدر نعمل نشكل هالمناعة القطيع لازم نطلع فوق 60% دونك إذا ما في طعم نحن بعتقد أنه كتير بعاد عن مناعة القطيع ما رح نقدر نعملها هيدي
بمجرد ما نخلي الناس تختلط ببعضها ونقول يلا شو ما بده يصير يصير. مشان هيك ما قلنا إلا أنه ناخد احتياطاتنا، هاي الشغلة الوحيدة يلي لازم نشتغل عليها. كيف يعني بدنا ناخد احتياطاتنا؟ في ثلاث أشياء أساسية: social distancing، ما يصير في اختلاط، نبعد عن الناس. تاني شغلة نحط ماسك، نحط الكمامة ونحطها مزبوط. وثالث شغلة يلي هي تنظيف الإيدين، لأنه على طول نحن بنحط ايدينا على الاشياء على الغراض وممكن هالغراض تكون ملوثه. فاذا هيدا التابلو كتير مهضوم، بيقول لكم شو معقوله يكون في ريسك، يعني شو الاشياء اللي ممكن تعملوها بحياتكم ما تكون عن جد ريسكي، very low risk. مثلا هون بيقولوا لكم إذا فتحتوا الميل تبعكم، هيدا أكيد برا ببلدان برا، getting restaurant takeout، تعملوا delivery أو تلعبوا تنس أو تروحوا camping أو غيره، هيدول كتير سيف بالمبدأ. وشوي شوي بتبلشوا تطلعوا بالريسك، مثلا إذا رحتوا تعملوا shopping أنتوا تشتروا غراضكم ببلش الريسك يصير أعلى شوي. إذا قعدتوا بأوتيل، إذا قعدتوا مثلاً بويتينج روم عند الحكيم، إذا رحتوا على متحف أو رحتوا على مكتبة، أو إذا رحتوا وقعدتوا بريستوران بس برا، كمان هيدا ببلش هون ريسكي على شوي شوي. وإذا بعدين رحتوا تعشيتوا عند حداً ببيته صرنا بالريسك صار 5. إذا رحتوا على البحر كمان ريسك 5. شوبينج at the mall، إذا رحتوا على المول لأنه المول إجمالاً بيكون مسكر كمان صرتوا ريسك نمبر 5. سويمينج in a public pool، رحتوا تسبحوا ببيسين في كتير ناس وهيك هون صرنا بريسك نمبر 6. نطلع أكتر، روحوا إذا رحتوا قصيتوا شعركم ريسك 7. إذا لعبتوا باسكت أو فوتبول ريسك 7. إذا سافرتوا الريسك عالي 7. وآخر شيء 8 و9، يعني هو لأكتر شيء مشاكل. إذا رحتوا أكلتوا كان في بيفيه مثلاً، كان في عالم واقفة عم تحكي بذات الوقت عم تاكل عم تضحك. إذا رحتوا على الجيم، إذا رحتوا على على السينما، إذا رحتوا سبورت ستاديوم مثلا، هيدي كتير خطيرة، رحتوا تحضروا ماتش فوتبول مثلا أو غيره. وإذا رحتوا على ريليجيوس سيرفيس مثلا على كنيسة أو على جامع فيه أكثر من 500 شخص. وآخر شيء إذا رحتوا على بار كمان هيدي كتير خطيرة. أخطر شيء حاطينه بأعلى شيء هو الروحة على البار. السؤال اللي بينسأل، هل يا ترى لازم نروح على الشغل؟ أول شيء حسب الشغل، حسب طبيعة الشغل أكيد، حسب قدي في احتمال بالشغل تكونوا قادرين تحترموا social distancing، وأكيد وأهم شيء حسب الشخص، مين هو هذا الشخص؟ يعني إذا عندنا حدا كبير بالعمر أو حدا middle age 50-60 بس هو عنده مشاكل صحية، هذا الشخص يعتبر أنه روحته على الشغل ممكن تكون خطيرة، ممكن يلقط هالكوفيد 19. بينما هو ذاته الشخص إذا كان بيشتغل بمحل إجمالاً ما فيها الأد اختلاط، مثلاً بيروح عنده مكتب لحاله لقله وهونيك بيقعد بالمكتب كل نهار، يمكن يشوف ناس يمكن ما يشوف حدا، إذا شاف حدا بيفتله شي شخص واحد بالنهار هيدي ما تعتبر خطيرة. بينما إذا هو على طول بده يشوف ناس وبده يحكي معهم وبده يتشاور هو وياهم، هيدي الشغلة ممكن تكون خطيرة. المدارس كمان ذات الشي، نعمل هالتابلو تيقولوا أنه أول شيء المدارس إذا فيها عجقة يعني high occupancy rate، فإذن إذا بتطلعوا لميلة اليمين هيدي high occupancy يعني المدارس يلي فيها عجقة. المدارس يلي فيها عجقة
لتكون سيف لازم الأولاد قال يا يكونوا سايلنت يا أما بحق لهم يحكوا بس ما بحق لهم يغنوا ما بحق لهم يصرخوا ما. طب مثل ما شايفين صعب كتير هذه الشغلة إنه تتحقق مشان هيك قالوا إنه لا إذا بدنا نفتح المدارس حتكون low occupancy rate يعني عدد التلاميذ بالصف بده يكون كتير ضئيل قد نص العدد اللي بيكون عادة وهون منلاحظ إنه إذا كانوا الأولاد لابسين ماسك كل الوقت وحتى لو كان في حكي على صوت عالي وغيره ما في مشكلة المهم إنه يكونوا لابسين ماسك مشان هيك في بعض البلدان مثل فرنسا مثل ألمانيا وغيره فاتحين المدارس وهالولاد عم بيروحوا ولكن بيروح نص الولاد مش كل الولاد بذات الوقت وبيجبرون كلهم يلبسوا ماسك بصفوف خاصة للي عمرهم 12 سنة وطلوع هلأ اللي عمرهم أقل من 12 سنة في منهم هن ما عم بيلبسوا ماسكات وبتعرفوا انتو الولاد بيبدلوا الماسك وبيشيلوا وبيحطوا واللي تحت الخمس سنين أصلا مش مستحب انه يلبسوا ماسك فإذا منلاحظ من كل هالحديث اللي عم نقوله please next slide انه لبس الكمامة شيء أساسي ولازم تلا بس مزبوط لا بطلع من خاري منها ولا بنزلها تحت دقني ولا بشيلها وبحطها 20 مرة بالنهار وبدي شيلها وحطها بدي امسكها من المغايتات تبعولها ممنوع حط ايدي من الميلة الزرقاء من برا لانه اذا حطيت ايدي هالميلة هي يلي ممكن تكون لقطة الفيروس فاذا بدنا ننتبه كتير منيح بالنسبة للماسك كيف بحطه وبتعرفوا انتو انا عم نشوف هون بلبنان بالاسم بيبقى حاطط ماسك بحطها تحت دقنه هيك انه شو الافاده من هذا الموضوع ما بعرف نيكست سلايد بفتكر انه هي اخر سلايد واخر شيء بدنا نقوله انه تنظيف الايدين اكيد حكينا عن هذا الموضوع نرجع منقول انه لازم نغسل ايدينا على القليل 20 ثانيه بالصابون بالصابون او اذا ما عندنا اكسس للصابون في جيل طبعا صرتوا كلكم تعرفوه هذا الجيل لازم نحط منه وننظف مزبوط اكيد ننظف مزبوط تحت بين الاصابع ننظف مزبوط الاطراف ننظف مزبوط حتى البوانيه و thank you آخر سلايد بس ل thank you وأنا خلصت الأشياء يلي بدي أقولكم إياها وكلا إذا عندكم أسئلة أكيد أنا مستعد. مرسي دكتورة على المحاضرة الحلوة. بحب يسأل أسئلة يرفع إيده في هاند شيك بيكون تحت أو يرفع إيده مباشرة. تفضل. أنا أول شيء عندي سؤال إذا بعد ما حدش حضر بالنسبة للكوفيد نعرف قديش بيعيش بقد يعني على الكرتون على الأشياء لأنه في معلومات متضاربة 24 ساعة 3 أيام جمعة إنه مع ليه هالقد الغموض مع إنه كل العالم عم بيدرسوا خليني أقول لك شغلة انعمل كتير دراسات من هذا الموضوع وهالدراسات مش كلها استعملت ذات الميثود ذات الطريقة ولأنه مش كلها استعملت ذات الطريقة مشان هيك في عندك أول شيء أجوبة متضاربة تاني شيء أكترية الدراسات اللي انعملت تيشوفوا إذا الفيروس موجود ولكن لحديت هلأ نحن ما عنا إثبات إنه أنت إذا حطيت إيدك على شغلة وبدك تلقط الفيروس بدها تكون كمية الفيروس الحي اللي موجود على هالطاولة هالخشبة هالهيدا بدها تكون كافية انه اذا انت رجعت حطيت ايدك على منخارك او على عينيك او حتى على تمك انه تنقل هالكمية هيدي اول شغلة تاني شغلة واللي لاحظوه
وهون المشكلة يلي عم بتصير. وأنا هون هلأ بخبركم إنه لجنة الكوفيد يلي كنت فيها تركتها وفليت لأنه ما عم بينشغل الشغل يلي لازم ينشغل. يعني نحن بعد لحديث هلأ ما منعرف بلبنان وين الناس عم تلقط الكوفيد. هل يا ترى الناس عم تلقط كوفيد لأنه في ناس ببيتها ما عندها كوفيد، ولا لأنه في ناس بالشغل، ولا لأنه ما بتعرف، ولا لأنه عم تدقر إشياء وترجع؟ ما بنعرف مين هن الناس اللي عم بيلقطوا. هل يا ترى هن الناس اللي بياخدوا احتياطاتهم، ولا هن الناس اللي مش فرقانة معهم؟ هل يا ترى هالاحتياطات يلي عم ياخدوها بعض الناس كافية ولا مش كافية؟ فهمانين مزبوط مش فهمانين مزبوط؟ كل هولي إشياء ما بنعرفها، وطرحنا عدة مرات إنه لازم ينعمل دراسات يعني مثل ما عم ينعمل برا، لازم إحنا نعمل كمان الدراسة عنا لنعرف، ولكن لا حياة لمن تنادي. دونك هالدراسة ما انعملت، وما بعرف إذا رح نقدر نعملها يوما ما. الدراسات يلي صارت برا فرجت إنه تقريبا 80% من الناس يلي بتلقط كوفيد تلقطوا بقلب البيت، يعني من ورا حدا عايشة هي ويه. وفي دراسات ببلدان أخرى بتقول إنه 80% من الناس يلي عندها كوفيد ما بتنقله لغيرها، ولكن في 20%، هول ال 20% بسمون سوبر سبريدرز، يعني هن لحقوا ولقطوا هن بيودوا. حتى بيعطوا اكزامبل بكوريا بعتقد، يمكن بكوريا ماني اكيدة، ولكن بشي محل بالشرق الاقصى شخص واحد عدي 5000 شخص. هيدي السوبر سبريدر بيرسون هو الشخص يلي بيعدي كتير ناس، وفي ناس ممكن ما تعدي حدا. لكن كل هيدي اشياء بعدها جديدة، وبعد نحنا مش فهمانينها منيح، وما رح نقدر نفهمها اذا ما عملنا دراسات خاصة لهيدا الموضوع. ولكن لحديت هلأ بعدنا عم نكتفي انه نعد كل يوم كم كيس في عنا. شو بدي أقولكم؟ ما لرزمه، ما بعرف إذا أنتوا بما أنكم أنتوا روتري ناس يمكن تكونوا واصلين نافذين عندكم علاقاتكم، إذا بتقدروا توصلوا هالفكرة أنا بلاقي أنه هذا الشيء بيكون كتير مهم، أنه لازم ينعمل دراسات غير الشيء اللي عم بينعمل هلأ. مشكورين انه بيعدوا كل يوم كم كيس، مشكورين انه بيتلفنوا لأهل المريض وللناس يلي اختلط فيهم، كتير منيح، بس ما بقى عم بيلحقوا اولا. ثانيا لازم نعمل غير نوع دراسات حتى نعرف مزبوط. في اشياء ما بنعرفها وما رح نعرفها اذا ما درسناها. ولا بصار بصار اوكي ذكرتي انه صار تقريبا صار في بحدود 600 الف تيست بي سي ار مزبوط هم شيء من هالنوع بلبنان أكتر. فوق 800 الف صرنا ايه فوق 800 الف. هلا السؤال بيقول هل البي سي ار هن يونيك هنيك يونيك تيسترز عم بيكونوا ام في عالم عم تعمل ريبيتيشن عم في منه ريبيتيشن؟ يعني نحن 5 مليون اليوم، نحن تقريبا صار في 25% عاملين التيست، أم في عالم عم بتعمل بس تتعمل وبتكون بانيك؟ والبانيك مزبوطة أنه الواحد يعمل بس تيعمل لو ما كان قطع بكيس أنه انخلط مع حدا أم شيء؟ إذا بقول لك الحقيقة لا منعرف إذا هولي هنزيتهم ولا مش هنزيتهم، لا منعرف من إني، لا منعرف شو جنسياتهم. أنا بفتكر أنه مش بس اللبنانية، هولي في من في معهم السوريين، وفي معهم البنغلاديشي، وفي معهم الفلبينية، وفي معهم كل الناس اللي عايشة على الأراضي اللبنانية. أنا بعتقد إنه كلهم سوا مخلوطين، يعني ما بدك تحسب 5 ملايين، بدك تحسب نحنا صرنا بال 7 ملايين ونص من 8 ملايين. نعم بس هني من 800 ألف هن 800 ألف يونيك تاسترز، يعني كل 800 ألف شخص. والله ما صدقني ما بعرف، ما وقت اللي ما عم يعطونا معلومات، وقت يلي عم نترجيهم انه يخيي مش هيك بتصير الامور.
اعطونا معلومات، اعطونا اكسس للديتا. يعني في قانون بيجبر الوزارات انه تعطي الديتا، بس ما مش عم ينفذوا لهذا القانون. وبناء عليه نحن انا ماني قادره اعطيك جواب، لانه هالارقام هي الارقام يلي بحطوها هن على الويب سايت، بس ما بعرف اكثر من هيك. اوكي الدكتورة، بس سؤال كمان، بتنصحي البانيك تبع التستينج تبع البي سي ار اما لا؟ لانه في عالم تعمل بتقول انه انا كل جمعتين بعمل بي سي ار لصحة السلامة، وفي عالم ما بدها تعمل، وفي عالم يعني لا. شو الواحد لازم يتبع؟ هيدا الشيء اذا ما اجى من الدولة قرار انه يعملوا ماسيف تستينج، يعني هيدا الشيء مثلا صار بالمانيا. المانيا من اول ما بلشوا هن عملوا تيست تبعهم وبلشوا يشتغلوا، عملوا ماسيف تيستينج، قدروا يعرفوا من الناس اللي معهم كوفيد بطريقه مبكره، وقدروا يحموا البوبوليشن تبعهم. وهيدا واحد من الاسباب يلي بالمانيا ما صار في كوارث مثل ما صار بايطاليا وفرنسا. بس هيدا اذا انت هيك بتقرر من راسك انك تعملها انوتيل، لانه على الارجح انه رح تطلع نيجاتيف. يعني عندك 99% شانس انك تطلع نيجاتيف، وشو كل يوم والتاني بدك تعيده للفحص، ما كتير إلى اهمية. الفحص هلا نحن بحالتنا بلبنان مفروض انه ينعمل، او اذا انت كان عندك سمتوم يعني بلش يصير عندك شوية عوارض، او في حال انت عرفت انك خالطت حدا وهالحدا هو بوزيتيف، ساعتها انت بتروح تعمل الفحص، لانه في احتمال انك تكون لقطت منه. بس هيك واحد هو من راسه كل يوم والتاني يعمل بي سي ار ما كتير إلى معنى صراحه. رئيسي فيدا تفضلي. رئيسي فيدا انميوت يور سيلف بليز. هلو، ثانك يو دكتور للمحاضره كتير حلوه، فيري انترستينج. سؤالين بليز. اليوم من يومين بدايتنا كنا عاملين انتيبادي تيست. ايه اوكي. هلا طلع بتفتكر شيء بدك تقولي شيء 99% نيجاتيف، يعني ما حدا عنده انتيبادي. صح. اوكي، يعني معناتها مش مارقة علينا ابدا كورونا، ما هيك؟ كوفيد. اكيد. وقت الانتيبادي هو هذا الشيء اللي بيتشكل من بعد ما تكون انت مرق عليك الكورونا. اوكي، في حدا من اصحاب بنتي دكتور بامريكا عمل كوفيد 19 وبعد شهرين رجع عملها مره ثانيه. سو الانتي بوديز ما يعني الهيرد اميونيتي ما لها معنى، انه اذا اخذناها رح نرجع ناخذها. لا انتبهي شغله، هلا الهيرد اميونيتي ما لها علاقه دايركت بالانتي بودي تيستينج. خليني احكي على تاني واحد يمكن اضبط. عم نسمعك نحن. هلا عم تسمعيني؟ يس. الو. ايه عم نسمع. ايه دونك خليني احكي على هيدا لانه هيداك فضيت بالطريقة. فاذا كنت عم اقول انه الهيرد اميونيتي ما لها علاقه دايركت بالانتيبادي تيست. انتيبادي هو الشخص هو اذا لقت كوفيد من بعد جمعتين مبدئيا بيكونوا بلشوا يتشكلوا الانتيكور، يعني جسمه شكل مناعه ضد الكوفيد وبينت هالمناعه، بس تعملي لها تيستنج بتلاقيها هيدي المناعه. دونك هيدول هن الانتيبادي. مناعه القطيع يلي عم يحكوا عنها هي وقت يلي 60% من الناس صار عندها مناعه، هيدا الشيء بيخلي الكوفيد يبطل يبرم بقلب المجتمع. يعني قصة الهيرد اميونيتي هو شيء له علاقة بالمجتمع ككل، بينما الانتيبادي عند الشخص هو الشيء اللي له علاقة فيه بصحته هو. هلأ ليش هيدا الشخص رجع عمل مرة تانية؟ للحقيقة بالعالم كله صار فيه تقريبا شيء 15 شخص عاملين الكوفيد مرتين. هل يا ترى لأنه أول مرة ما شكلوا مناعة؟ قريت أنا كم شغلة إنه ممكن يكون أول مرة إجته خفيفة ما شكل مناعة كافية مشان هيك رجع إجت مرة تانية، أو ممكن أول مرة كانت false positive، يعني كان الفحص منه دقيق
وما كانت كوفيد أول مرة، ثاني مرة كوفيد أو العكس صحيح. يعني بعد عدد الناس يلي عاملينها مرتين كتير واطي، مش قادرين بعد نشوف ليش اكزاكتلي صار هذا الموضوع. هذا بعتقد بده بعد كتير وقت لحتى ينلقط، لحتى ينعرف ليش. طيب وهذا الحكيم يلي بجنوب يلي عمل 3 مرات الكوفيد تيست، اول مره نيجاتيف بعدين بوزيتيف، كان اوريدي صار كثير تعبان وحرام توفى. هلا بالنسبه للناس يلي بتشتغل بالمستشفيات، وهون هيدي شغله بنعتقد انه مزبوطه، لانه كل ما عم بيقطع الوقت كل ما عم نحس انه ايه، وفي دراسات عم بلش تشتغل على هذا الموضوع. في شيء اسمه انوكولوم افكت. شو يعني؟ يعني كميه الكوفيد يلي انت بتتعرضي لها كل ما تكون كبيرة، كل ما بتعمل ردة فعل أكبر عند الشخص يلي بيلقط. يعني أنت إذا لقطتي كوفيد من التاكسي، أو لقطتي كوفيد من شو بعرفني في شغلة دقرتيها وهيدا، في احتمال كبير أنه ما تعملي كوفيد كتير قوية. بينما إذا أنت عندك بالبيت مثلاً في حدا مريض، أو سعل بوجهك أو عطس بوجهك أو هيدا، الكمية الفيروسات الموجودة بتكون أكبر، مشان هيك ممكن أنه الرياكشن يلي تعمليها تكون أكبر. فإذا هيدا الحكيم هيدا بجنوب يلي صار، وهن قالوا أنه إجا عم بيعمل انتباسيون لمريضة مع كوفيد، ولكن هو ما كان أخذ الاحتياطات اللازمة، والمريض يلي والحكيم اللي عم يعمل انتيباسيون لازم مش بس يكون حاطط ماسك، يكون حاطط ماسك ويكون حاطط كاس ويكون حاطط وحده هيدي الشيلد وكذا، قصه طويله عريضه لابس من فوق لتحت. هيدا الشاب مالوريزمون ما اخذ كل هالاحتياطات، والكميه اللي تعرض لها كميه كبيره، هيدا الشيء يلي خليه انه يعمل كوفيد كتير قوية. هلا ليه ما بينت أول شيء بينت بعدين؟ ما بنقدر دايما نقول، برجع بقلكم يعني مرات بيكون هو الفحص منه ضابط، أو الفحص مش معمول منيح، أو اللوكاليزاسيون يعني فوتوا الإيكوفيون، لقطوا محل ما كان فيه مثلا شيء بقلب بآخر الزلعيم. دونك كل هيدول ممكن يأثروا وهيك صار. يعني ما فيكي من وراء شخص واحد تطلعي تيوري وتقدر تطبقيها على كل الناس، بس نعتقد انه هيك. Thank you. Welcome. رئيسي جليك، انت رافع ايدك، بعد عندك سؤال ولا غيرت رأيك؟ Bonsoir. بلا عندي سؤال، عندي بونسوار لبريزيدان جان، بونسوار لجميع البريزيدان وأعضاء النوادي، بونسوار دكتور، ثانك يو على البرزنتاسيون كتير حلوة جدا مفيدة. أنا عندي أكثر ما هو سؤال، هو عندي رأيي وبتمنى يتوضح. أنا مثل ما قلت أول شيء بعتبر الدولة اللبنانية اللي عملته لوقت محدد هي كتير مشكورة، ما بعرف إذا أنت معي بهذا الرأي، بس يمكن الدولة اللبنانية في شيء ما كان معه هو وضع الاقتصادي، وكمان في شيء ما بعرف إذا أنت حكيتي وأنا ما انتبهت له، إنه explosion بيروت إذا بتنتبهي بالكيرف اللي كنا عم نحطها من أبارتير دو 1/8/2020 بلش العدد طلع بسرعة، وكمان يعني الحظ ما سأبى بشيء، حتى الارتفاع الأعداد بعد بيروت إكسبلوجن كان ما طبيعي. هل أنا السؤال بدي أسأله اليوم؟ أنا بشوف كل بلدان العالم هي أكثر تطور من لبنان، اللي قادرة تعمل فاكسين، اللي قادرة تعمل أدوية، أمريكا، كندا اليوم كباك مسكرة كلها لوك داون، برازيل، تركيا اللي بيقولوا هي عم تعمل فاكسين، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، يعني كل الدول متطورة، حتى الدول العربية، الإمارات، السعودية، كلن سبقونا بكتير. يعني نحن اليوم لمن شهر بلش العدد، يعني أنا برأيي من أسباب هو بيروت، انفجار بيروت. دونك أنا برأيي هل أنه هذا الوضع لازم نحن بقى نتأقلم معه بحياتنا، يعني كان بالمدارس، يعني أنا من الأمات اللي مع أنه تفتح مدارس تتأقلم العالم على هالوضع، لأنه أكبر الدول ما قدرت عملت شيء، وبدنا نلوم بلدنا أنه أنت بعدنا عم نعد أرقام، بس انه انا غيري شو عمل؟
بالعكس نحن أكثر واحدين الكيرف بلش تعلى، وبعتد هل هو سؤالي هل هو واقع إنه الكيرف تعلى؟ في شي بلد ما عليت فيه؟ هذا بدي أعرفه. أي أكيد. فهذا أنا برأيي اللي قلتي أنت آخر شيء، يعني نهايتي فيه ما بيقوله مسك الختام، إنه أهم شيء واحد يكمل حياة ما حنقول طبيعية شبه طبيعية مع ماسك وسوشيال ديستانسينج، لأن الوضع مطول وما حدا قادر لهلأ. لا يعني ما حني أرى لبنان بالدول أكثر عظمة، يعني كان أمريكا أو غيرهم عندهم هن الفارماسوتيك وعندهم كل شيء. فهذا بحب أعرفه. وثانك يو على أويكا. ويلكم. خليني أقول لك يلي أكيد أنه في بلدان نجحت وفي بلدين مثل رح أعطيك إكزامبل. مثلاً بأوروبا في عندك ألمانيا. ألمانيا هلأ إذا بدك بس عملت كيرف قوي، بس عملت كيرف لفترة قوي ألمانيا. إيه بس المورتاليتي كانت عندهم واطية، ما صار عندهم الكوارث يلي صارت بفردهم. المورتاليتي بتكون واطية إذا خصوا بالمناعة. مش بس خصوا بالمناعة، خصوا كمان بالهيلث سيستم، يعني لأنه عندهم مستشفيات مجهزة وعندهم تخوت كعدد هدول مثلاً، ولأنه بلشوا عملوا ماسف تستينج، وهذا الشيء اللي كتير ساعدهم عطاهم أفانس بالنسبة لغيرهم. خدي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ما اشتغلوا مظبوط، وعملوا حتى فنلند كتير قوية وعملوا مورتاليتي كتير عالية واللي بديك هي. والكل والأعلام ساري دكتورة والأعلام ركز عليهم، بس اليوم إذا بتفوتي بتشوفي ريسيرش كل الدول الأوروبية حتى فنلند رئيسة وزراء زقفوا لها وعملوا لها هيسة إنه أنت نجحتي ورجعت هلا عملت كمان إن هوت. كمان الأعلام شو رأيه، شو دوره بهالموضوع؟ أي أنا من رأيي إنه الأعلام أساسي. وأول لوك داون صار بلبنان نجح لأنه الإعلام كان involved، بينما آخر lockdown أعلنوه ما حدا رد. ليه؟ لأنه ما كان الإعلام involved، ولأنه ما كان الإعلام involved هيدا الشيء ما ساعد أبدا. يعني الناس ما عندها ثقة بقى. مشكلتنا نحن بلبنان إنه غير المشكلة يلي ما خصنا فيها الناس ما بقى مصدقة، وهيدا الشيء اللي المشكلة. انت عم تقولي انه ما لازم نحط الحق كثير على الدولة لانه صار انفجار بالقدرة اللي عندها اياها وبالقدرة المادية اللي عندها اياها. انا معي والوضع 20 سنة فساد، يعني مستشفيات ما تجهزت ما عملت، انه ما في اليوم نحن استمرت شغل 10 و20 سنة مستشفيات بتعرف نحط لها مصاري وما طلع في مستشفى. يعني انا معك 100% انه انا ما فيني احمل الناس يلي هلأ موجودين كل شيء صار من سنين لورا أكيد. بس يلي أكيد كمان أنه منقدر نعمل إشياء منا كتير مكلفة ومنقدر نفكر أحسن ومنقدر نحط الأشخاص المناسبة بالمكان المناسب. يعني أنا عم بحكيكي أنا من جوا، وأنا اشتغلت طلعتني شهرين روح على هالاجتماعات أشوف شو يطلع منه، لقيت أنه طريقة الشغل منا زابطة. ولا طريقة الشغل منا زابطة مش لأنه هن ما بدهم يزبطوا، حرام هن يسون بلان دو بون فولونتي وبدهم أنه تزبط الأمور، بس لأنه ما عم يشتغلوا صح لأنه ما بيعرفوا يشتغلوا أحسن من هيك. من يوم وقت اللي هالناس الموجودين ولا واحد منهم اختصاصه فعلا أنه يحط استراتيجية لهيك حالات، ولا حدا مثلا اختصاصه إدارة كوارث، ولا حدا مثلا اختصاصه public health شو اسمه system غيره. طيب ما رح يعرفوا يشتغلوا. يعني كل مرة ينعمل meeting 3-4 ساعات وحكي 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 ويخلص الاجتماع ما نطلع بشي. ليه ما بنطلع بشي؟ لأنه ما في ناس شغلتها تجي تقول يلا هيت لنعمل خطة، بدنا نعمل استراتيجية، إذا صار هيك نعمل هيك، إذا صار هيك نعمل هيك. ما لحديت هلأ ما شفنا، مع أنه في إشياء منا مكلفة. يعني أنا ما أقول إحنا هلأ بدنا نكتشف دواء أو بدنا نكتشف طعم، لا ما فينا نعمل هذا الشيء، بدنا ننطر حتى غيرنا يعمل هذا الشيء. بس نحنا قادرين نعرف من وين الناس عم تلقت الكوفيد. هاي شغلة وما بتكلف شيء، سهلة
بنقدر نعمل دراسة بتخلص الدراسة بشهر نقدر نطلع منها. وفيك تسأل الصبايا الموجودين هلأ هون إن كان ساندريلا وإن كان مين معي شادية هلأ من شوي شفتها أو غيره، في إشياء سهلة ممكن تنعمل، وهالشغلة هالإشياء السهلة منا مكلفة، بس ما بدك مين يكون بده يعملها. تاني شغلة هي الداتا، المعلومات. المعلومات أنا بعرف إنه في معلومات موجودة، ولكن هالمعلومات الموجودة عم تنضرب بالجرور، ما حدا عم بيستعملها. ليه؟ لأنه في حدا مفكر إنه نحن عنا النازة وما بده إنه هالمعلومات تظهر برات الوزارة وخلص وما ضوبين بالجرور. بس هن اللي عندنا النازة ما قدروا يعملوا شيء للكورونا، يعني أنا هيدا بدي أوصله. عندنا النازة ما بدهم يعملوا شيء. هلأ انتبهي شوي كمينة في هل يا ترى مثلنا نصرنا، يعني هذا البديل وصل له انه اليوم الدول العظمى ما قدرت تعمل شيء، نحن دبنا نقدر نعمل، دونك لازم اهم شيء نوعي على السوشيال ديستانسينج وعلى الماسك. يعني ايه، بس اذا بتشوف قد في دراسات عم تنعمل تيفهموا شو عم بيصير عندهم، ملايين، ما رح اقول ملايين، الوف الدراسات عم تنعمل. نحن عندنا بلبنان ولا دراسه. طب ليه؟ طب وشو عملت الدراسات؟ بدي أسأله دكتور إنه الوضع عم بيسوق كل بلدان العالم. دونك لا مش مزبوط، في بلدان قدرت تسيطر عليه، في بلدان فتحت وعم تقدر تعيش حياتها. بس بعد في كورونا نو يعني عم بعرف أشخاص رحوا على إسبانيا فتحت وكل شيء، بس كله ماسكو. إذا بتاخدي الصين، إذا بتاخدي سنغافورة، إذا بتاخدي كوريا الجنوبية، أعلام بعتقد الصين، اليابان، في كتير أعلام بعتقد الصين. الصين أعلامة عم بيقول إنه ما بقى فيه، بس هي تتخفي حالا هي قدرت عملت شيء، يعني أساس الكورونا. بس بعد سوري بس تصديقا الصين لا فتحت وفتحوا المعامل وفتحت البزنس وفتح كل شيء طبيعي. بس ما راح الكورونا، صح فتحت بس ما راح الكورونا بس بدلا طبيعي، ما عندهم كيسز أبدا، عم بحكي من عالم موجودة هون في لبنانية بخبرونا. I doubt لا عم بقول لك مشتغل معهم، معامل مشتغل معهم طبيعي كل شيء، عرفت إنه more or less 99% طبيعي. هلا ما رح نفوت بجدل، اذا بس يلي اكيد انه في اشياء تنعمل بلبنان ما عم نعمل، هيدا اكيد اشياء ما لنا كثير مكلفه قادرين نعملها، بس اذا في الشخص المناسب بالمكان المناسب. Unfortunately هذا الشيء مش عم بيصير. صح. Thank you دكتورة، كلك زو. Welcome. رولا بليز ان ميوت يور سيلف. رولا عزار تفضلي. بونسوار، كيفكم جميعا؟ دكتور ميرسي كثير على هالانترفنسيون المهمه. انا عندي لك كم سؤال براتيك، لانه تعرضنا لشيء بالمكتب وكنا شوي ضايعين. يعني مثلا انا اذا تعرضت I was exposed لحدا، اي متى ببلش سير كونتاجيوز؟ هيدا اول سؤال. ثاني سؤال، إذا بدي أعمل التيست أي متى بيبين بوزيتيف؟ لأنه مرات بيقولوا أنه أول 72 ساعة يمكن أو 48 ساعة يمكن ما بيعطي أنه بوزيتيف، ما بعرف. دونك هيدا السؤال الثاني. والسؤال الثالث أنه عم نتكل على الماسك، هل الماسك بيحمينا مزبوط إذا تعرضنا نحن لحدا عنده الكوفيد؟ أي خليني أقول لك. أول شيء قد ايه بتاخد وقت لحتى إذا أنت خالطت شخص طلع بوزيتيف؟ لحديت هلا ما في دات واحدة، في ناس ببين عليهم بعد 3 أيام، في ناس ببين عليهم لحديت 10 أيام أو للجمعتين، أو حتى في ناس بعد 3 جمع. هيدي أول شيء. أي متى ببلش الشخص يعدي؟ الشخص بيعدي وقت يلي 24 ساعة قبل ما يبلشوا السمتوم تبعوله يبينوا. يعني إذا هن بدون يبينوا بعد 3 أيام، بعد يومين بيكون بلش يكون معي. إذا هن بدون يبينوا بعد جمعة، قبل 6 أيام ببلش يعدي. فإذا 24 ساعة avant le début de symptômes، قبل ما يبلشوا السمتوم، في 24 ساعة بيكون الشخص عم يعدي. هلأ إمتى لازم ينعمل الPCR؟ بالإجمال بينصحوا انه تعمل البي سي ار بعد 5 أيام، لانه بهالوقت بيكون لحق الفيروس اذا بده يبين، اذا كنت لقطه بدك
بيكون بوزيتيف بيكون لحق الفيروس يبلش يبين. إذا عملت دغري مثلا ما بيبين. اوكي وبعد سؤال بس بالنسبه للبي سي ار يلي اجونا من برا مساعدات هل يا ترى وصلوا هول البي سي ار بمعلوماتك واستعملوا او لا؟ ما بعرف يعني ماني قادره اعطي اجوبه دقيقه على الشيء اللي عم بيصير على الارض unfortunately ما في ترانسبرنس ما في شفافيه يعني نحن عايشين ببلد طول عمرنا هيك أصلا مش إنه عم بقول إنه هلأ موجودين ما نشوفين طول عمرنا ما في شفافية وطول عمرنا هيدا واحد من الأسباب يعني خليتنا متخلفين بس تجي تطالبي بشغلة بس تجي تطالبي بمعلومة تطالبي بداتا تطالبي ب هيدا بيقولوا لي ما بتحصلي عليها آه. مرسي دكتور شكرا عينك وليد فرح تفضل بيز unmute yourself. بونسوار للجميع دكتورة ميرسي كمان أنا أكثر ما هو سؤالين أكثر ما هني أسئلة الحقيقة هو رأيي ملاحظتي لموقف حضرتك يعني لهيك الخلاصة مش العلمية نو للوضع العام بلبنان حول موضوع حول قصة كوفيد حضرتك حكيتي عن ثقة لا ثقة ولا شفافية وهيك وانسحبتي الوقت اللي كنتي فينا نعتبر انتي من جوا والموضوع مفترض انه تعرفي بخلفياته فعلا في عندي ممكن نقطتين عم بحكي عنهم هو بخصوص اللاثقة قصة التساؤلات حول التست لو صح مثل ما قلتي مرق هلا قبل شوي بحديثك بإجاباتك انه اوقات بيكون بوزيتيف بس ما بيطلع يعني الفول بوزيتيف وين اخدينه وديش الكمية دونك في تساؤل بذهن الناس عن التيست وبينحكى عن خبرية البزنس وراء التيست انه بينعمل وبينعمل مره واثنين وثلاثه طبعا مش عم بلهاجم ولا شيء بدي هيك موقفك او رايك انت بالموضوع واثنين كمان اللاثقه ولا شفافيه ولا حكيتي عنا كمان بموضوع انه هل يا ترى في تضخيم بقصه الارقام الاصابات ومقصود يعني تضخيم مقصود والوفيات بيجين حكات كمان ممكن تكون رومر هيك تجليد مش مظبوطة بالشكل العفوي للكلمة رح أقولها وممكن يكون في شيء منه ما بعرف إذا أنت عندك شيء بس بينحكى كتير هالفترة مؤخرا عن قصة التضخيم والمبالغة بالأرقام إن كان ال positive diagnosed أو إن كان ال mortality يعني هاي الموضوع بليز عندك رأي فيه صراحة هلأ أنا محرجة شوي بس تقلك إني أنا واثقة 100% لا أول ما بلشت الكوفيد كنت واثقة أكثر بس وقت يلي فتت وشفت وشفت قديش في يمكن مش قصد بس إنه في إشياء مانا واضحة وتكون شغلة مانا واضحة معناتها مانا بريسايز مانا دقيقة وقت الشغلة منا دقيقة معناتها أنا بالنسبة لي ما عدت شايفتها عم تنعمل بطريقة حرفية بروفيشنال وهذا الشيء بيخليني أقول أنه هل في تضخيم يمكن بدون قصده يمكن لأنه مثلا شخص بيعمل فحص مرتين عم بينعد مرتين يمكن لأنه في فولس بوزيتيف عم بينعده هل يا ترى مقصود انه يضخمه ما بعرف شو معقول يكون الخلفيه في شيء بزنس بالموضوع في شيء مساعدات في شيء الحكي هلا في مساعدات انا يلي عرفته الحديث يلي صار قدامي انه ايه في مساعدات ولكن هالمساعدات بعد ما وصلت على الوزاره وانه بعد الوزاره ما قدرت تحط ايدها على المصاري اللي وصلت كمساعدات وحتى وصل كمان مش بس مساعدات في لونز في قروض بنك الدولي في قروض فوالا وهي كمان القروض بعد ما تسهلت بالنسبة للوزارة يعني يلي فيني أقوله أنا أنه الأرقام منا دقيقة 100% بس وضع إذا كان في
تضخيم بيكون على الأرجح مش مقصود. هلا بتقلي أنت بلبنان وفي فساد، بقول لك إيه، بس أنا ما فيني أجزم من الناس يلي شفتهم، من الناس اللي تعاملت معهم، إنه هول ناس فاسدين، لأني ما شفت سرقة، ما شفت محاولة لتضخيم الأرقام، بس يلي شفته هو هيك قلة دقة بالشغل. إيه. أوكي. مرسي. فوالا. ساندرا، بليز unmute yourself. ما تنساني كمان. رئيس سامي، تفضل رئيس سامي. نحن دكتورة بنتشكرك على المحاضرة الشيئة يلي وعدتنا جميعا، بس أنا شخصيا عندي سؤال حضرتك، لأنك كنت جوا شهرين ولقيت الخطة اللي عم بتعالج فيها شيء غموض، فيها شيء مش مزبوط، ليه ما عملتي الخطة تبعولك قدمتيها للصليب الأحمر؟ والصليب الأحمر عنده مجال يكون طريقة اللي بيشتغل عليها هي طريقة انترناشونال، مش طريقة يلا على لبناني. فيك توضحي لي هالموضوع؟ خليني أقول لك إنه أنا هلأ بلشت أشتغل مع جروب شباب وصبايا من أصل لبناني عم يشتغلوا برا، وعم نحضر شيء قريبا ببين، ولكن ما بعرف إلى أي مدى نحن قادرين نأثر، يعني نحن قادرين نعلي صوتنا، قادرين نقول كيف منفكر، بس ما بعرف إذا فينا نأثر ونخليهم يعتمدوا هالخطة. هاي أول شغلة. ثاني شغلة، أنا جربت أشتغل مع الصليب الأحمر، ونحن أنا أستاذ بالجامعة اللبنانية، بالجامعة اللبنانية في تاسك فورس بيشتغلوا بطريقة كتير قريبة مع الصليب الأحمر، ولكن ما مش الحال. يعني ما بعرف، يمكن ثاقبت بوقتها كنا بتموز، ووقت يلي قررنا انه نبلش نشتغل صار الانفجار والتهوا بموضوع الانفجار، وهيك ما عادوا قدروا لحقوا على كل شيء. وهلا انا رجعت حكيتهم انه وين صرنا بالبروجيات تبعنا، يعني كنا عم نرجع نبلش، ولكن بعد لحديت هلا اني ما عم يفضوا. يعني الصليب الاحمر انا بعتقد هو من المؤسسات يلي كتير عم تستنفد من كل النواحي، وحرام مش عم بيلحقوا يعملوا شيء يلي لازم يعملوا. ايه بس الصليب الاحمر في عندهم اجهزه غير على الارض، عندهم اجهزه غير اداريه، غير الاجهزه على الارض. لا انا عم بحكي مع الشباب والصبايا، لما بيكون في خطة، لما بيكون في خطة دكتورة محضرة، معروف دقائق زاد وين وصل، ومثل ما تفضلتي حضرتك تعبتي شهرين ولقيتي ما في نتيجة انسحبتي. مبدئيا الإنسان لازم يكفي، مش لازم ينسحب بهالخطورة اللي نحن عايشينها. لا أنا عم أقول لك ما انسحبت من الموضوع، أنا انسحبت من هاللجنة، بس بعدني هلا عم نحضر، وقريبا بدنا نطلع فيها الخطه اونلاين. هي اول شغله بدنا ننزلها بالجريده وبالهيدا ان شاء الله، بس ما بعرف قديش رح يردوا علينا. ثاني شيء يلي عم بينعمل، ان احنا عم حاول ارجع احكي مع الصليب الاحمر، لانه على اساس كنا بلشنا معهم وعلى اساس كانت ماشيه الامور ورجعنا تراجعنا. ما بعرف، عم بقول لك يمكن بسبب الانفجار، ويمكن هن كتير مشغولين. ما عم بحكي عن الناس يلي على الأرض، عم بحكي عن الأكيب يلي تشتغل هيك قصص. شكرا دكتورة. شكرا لك. في عنا رئيس إيمان وساندرا. رئيس إيمان تفضلي، برجع وراك ساندرا. Oui, merci beaucoup, docteur, pour la très intéressante présentation. Anna, un des deux questions à poser. Les finais, c'est assez acteur avec le COVID, acteur min ghayra, achan immunité, amma achan chitane.
وثاني شيء انه في ناس تتاثر اكثر، مش انه عندهم امراض، في ناس ما عندها امراض بس لما بتلقى الكوفيد كثير بتتاثر، وفي ناس ما كثير. اسكو سي دو ا لويتي وشغله ثانيه وي بوكا لي انفان دو موان دو 12 ان ما بيعملوا بي سي ار مثلا لي عشان عندهم ايميونيتي اكثر مثلا. ميرسي ميرسي. اي احلى. خليني اقول لك انا يلي لحديت هلا اللي بنعرفه عن الموضوع انه اكيد فديبون دو ليميونيتي، هذا الشيء عائد لجهاز المناعه اللي عند الشخص. في ناس جهاز المناعه تبعولهم بيتفاعل بطريقه اقوى من غيره، وهذا الشيء اللي بيعمل هذا الانترلوكين ستورم وبصير عندهم مشكله كثير قويه. في ناس بيتفاعلوا على رواق، في ناس ما بيتفاعلوا بالمرة، ما بيعطوا ولا سمبتوم ولا شيء ولا شيء. واكتشفوا كمان انه يلي بيأثر اجمالا هو وقت يلي بيكبر الانسان بالعمر بتتغير الطريقة يلي بتشتغل المناعة تبعه. يعني اجمالا الصغار بالعمر عندهم البيسل اميونيتي تشتغل مع الكورونا فيروس بطريقة انه بيطلعوا انتيكور، وهذا الشيء اللي حكينا عنه اول شيء. بس كل ما كبر الانسان بالعمر بخفوا الانتيكور وبتعلى another type of immunity يلي هي T cell immunity يلي ما بتعمل انتيكور. وهيدول الناس يلي بيعملوا T cell immunity هن ناس بيتأثروا اكتر. وهيدي احدى واحد من التفسيرات يلي بتخلي انه الكبار بالعمر يصير فيهم هيك. هلا طبعا يلي عندهم امراض مزمنه، يلي بيدخنوا، يلي هيدا وفي ناس بدون اي شيء لانه هن في عندهم بعض الجينات جيناتيكلي ممكن انه يتفاعلوا اكثر من غيرهم. هيدي الشغله ما فيك تعرفيها قبل بوقت. يعني مثلا مش من زمان، من شيء 4-5 ايام حكيوا عن شاب ما عنده مشاكل، ما بعرف إذا شاب ولا بنت، ما انتبهت، 24 سنة هون بلبنان صارت وما بيعرفوا ليش. Unfortunately هلا قليل لتصير، ولكن في احتمال انه تصير، احتمال ضئيل ولكن ممكن تصير. عشان هيك بنرجع بنقول انتباه انتباه انتباه. واحد ما لازم يتكل انه خلص معلش مش مشكل انا شاب وما رح يصير لي شيء. حدا بيعرف. ميرسي. اهلا. اجا دوري كمان؟ اجا دوري. ايه. هاي دكتور كيفك؟ ايه ساندريلا صافا؟ صافا. انا في عندي كم سؤال. اول شيء بالنسبه للرابيد تيست، قديش هو فيها بالريزلتات تبعوله؟ لكن بار ديفينيسيون الرابيد تيست مش مثل البي سي ار. بار ديفينيسيون اقل الفيابيليتي تبعه، يعني ان كان السنسيبيليتي وان كان سبيسيفيسيتي اقل بكثير من البي سي ار. البي سي ار هو الجولدن ستاندرد، بينما الرابيد تيست على طول اقل. يعني بده يكون يطلع لك فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف اجباري مع البي سي ار المنيحه. عم نحكي البي سي ار المرتب، يعني البي سي ار اللي مش معروف كيف معمول. يعني ما له عايزه ليش عم يستعملوه، ليش عم بيجيبوه ساعات؟ ما فيك تقولي ما له عايزه. هاد كل شيء رابيد تيستينج، يعني بيعمل سكرينينج، ممكن ينعاز بمحلات معينه ببوبوليشن معينه. ممكن تنقي رابيد تيست يكون مثلا فيري سنسيتيف وما انه كثير سبيسيفيك لحتى تقدري تفرق الناس عن بعضها. والشخص اللي بيطلع بوزيتيف ترجع بتطلبي منه يعمل بي سي ار. يعني خليك تقربي الناس اول مره قبل ما ترجع تبعتيهم يعملوا بي سي ار. بي سي ار انفيزيف اكثر. اوكي طيب، هذا اول سؤال. ثاني سؤال، كنا عم نحكي عن الاميونيتي تبع الاولاد، لان انا كمان من مناصرين العوده الى المدرسه. الاميونيتي هم عندهم بي سي اميونيتي اكثر من الكبار. طيب يعني هم اذا اخذوا الفيروس ما بيكون بيأذيهم كثير، يمكن كمان يكونوا ما بيقدروا ياخذوا الفيروس، يعني they don't contract the virus or they contract it but they don't have symptoms او
لا they contracted. They contracted بس بيجوا symptoms تبعولهم خفيف. يعني they can spread the virus. بلا they might spread it كمان لأنه حتى لو asymptomatic person يمكن يعمل spreading للفيروس. هلا طلع دراسات كثير متناقضة بالنسبة للأولاد، هل يا ترى الأولاد بيعدوا الكبار بسهولة إيه ولا لا؟ لحد هلا ما في جواب نهائي على الموضوع. بس to be on the safe side لازم نعتبر إنه الولد بيعدي، ما فيك تقول إنه الولد ما بيعدي. يمكن هو الولد ما بيتأثر بس الولد بيأثر. يعني هالولد بيأثر على معلمته، بيأثر على أهله، بيأثر على ست وجده. هلا لأنه مثلاً تنقول بكندا أو ببلاد غير الأولاد عم بيروحوا على المدرسة كل يوم، يعني ما عندهم ساعة أونلاين ساعة بيروحوا على المدرسة ساعة كذا، يعني عم بيروحوا عادة على المدرسة. بعد البلدين بس انتبهي low occupancy rate ما عم بيخلون يكونوا كتار بالصف، عم بيجبرون يحترموا التباعد الاجتماعي، وتاني شغلة عم بيخلون يحطوا ماسك. يعني أنا بعرف كتير ناس عايشة بألمانيا، ناس عايشة بكندا، ناس عايشة بأمريكا، كله ذات الشيء. يعني تقريبا نفس الشيء مثل عنا نحن مثلا بالمدرسة، إنه يوم أي يوم لا جروب A جروب B بيروحوا بعكس بعضهم، عم يعملوا لهم هيك مثلا. نحن مثلا عم نقلد اللي عم بيصير برا أكيد. بس تنقول مثلا ابني اللي عمره 6 سنين، هيدا أنا كيف فيني أنا أنه ضلك حاطط الماسك على وجهك؟ هيدا ما رح تقنعي الولاد يلي كتير صغار ما فيك تقنعي. سيشير بدها المعلمة تنتبه لحال. الله يساعدها يعني. أكيد الله يساعدها أكيد. ومشان هيك ما لازم يكون في معلمات كبار بالعمر مع الولاد الصغار، لازم يكونوا معلمات صبايا حتى في حال لقطوا، لأنه في possibility كتير يلقطوا الريسك تبعهم يكون خفيف. أوكي. طيب وبالنسبة للبروجكت تبع الصليب الأحمر، يعني معقول يكون في أمل ينعمل قريبا يعني بوقت الفانديميك أو خلص؟ صراحة ماني كتير متأملة أنا. أوكي. طيب مرسي دكتور. أهلا وسهلا. حدا بيحب يسأل أي سؤال تاني؟ هو ما بعرف دكتور. أنا عندي سؤال صغير دكتور، بنعرف إنه الفاكسان بعد بعيد، في تنافس عالمي على موضوع مين أي بلد رح ينتج الفاكسان قبل غيره، وطلعت روسيا من فترة أعلنوا إنه الفاكسان صار جاهز وبينزل على السوق، وهني بعد ما مرقوا المرحلة الفيس 2 يمكن بعد ما مرقوها. عندك شي فكرة مين وصل للفيس 3؟ الصين يمكن عم بيشتغلوا على الفيس 3. هلأ في كتير، في بأمريكا عدة شرك، في بإنجلند، بس بإنجلند وقفوا فترة صغيرة لأنه طلع عندهم مشكل، رجع هلأ رجعوا عم بيرجعوا يكفوا. في بأوروبا يعني في كذا شركة ماشيين ان باراليل، لكنه عم بيقولوا الروس انه هن سابقينهم كلهم، ما بنعرف، بدنا ننطر هلا اخر فيز تنشوف كيسكي باسو باسي. يا بتزبط مع الروس بيكونوا اول ناس، اذا ما زبطت معهم ساعتها بدك تنطر الباقيين. انا بنظري ما لازم واحد يستعجل، ما في شيء مستعجل، لانه ما في شيء بيقول انه الفاكسين رح يكون افيشنت، ما في شيء بيقول انه الفاكسين رح يكون سيف. طول بالنا، خلينا نجربه هن، وونس تأكدنا انه ماشي الحال نرجع منجيبه نحن. الشغلة الوحيدة نجرب غادي، مش رح يوصلنا ديجا اول عالم. هيدا افانتاج انه نكون هلا ببلد متخلف. نعم انا ننطق. اذا الجريب والكورونا هن اثنيناتهم فيروس ريسبيراتوار، ممكن يكون الكورونا قريب من الجريب بمبدأ الجريب كل سنة بيغير شوي بحاله، بنرجع نعمل فاكسان مرة تانية، بنعمل فاكسي جريب لأنه بيكون في شوي تعديلات. عمير حكى بهيدا الموضوع، بس بعد بكير نعطي جواب نهائي. يعني بدك تنطر تصير الميوتيشن، بعد لحديث هلا لقيوا ميوتيشن وحدة
وبس ما عاد صار غيره بدنا ننطر. ميرسي. دكتور عندي سؤال انا بعد بليز. بالنسبه للاخطو بلبنان حضرتك ذكرت انه المستشفيات الحكوميه وصلت تقريبا لتفول، وبما انه الاوبيتو بريفي كمان عم بيكون في مشكل بالنسبه للكفرج تبع المرضى، وكمان مشكله انفجار بيروت وانه كذا اوبيتال صاروا نو فونكسيونال وما الى ذلك، هل يا ترى الاوبيتو المستشفيات الميدانيه يلي اجت على لبنان على اثر انفجار بيروت معقول تساعدنا بمجال استقبال مرضى الكوفيد 19، شرطو انه عم بيستقبلوا العالم فور فري وهيدا بتحل مشكله الكفرج والبروبلم فينانسيال؟ لانه الكوفيد تتستقبلي بدك ظروف معينه، بدك نيجاتيف بريشر، بدك اوضه مجهزه، بدك كذا. المستشفيات الميدانيه يعني بالخيمه ما صعبه، صعبه ما عندهم ما في امكانيات بالمستشفيات الميدانيه يستقبلوا كوفيد. لا يا ريت. بس دكتوره بتذكر واحد من بلد من البلدين اللي كانوا عم بيبعتوا المستشفيات الميدانيه كانوا مخصصين شيء لكوفيد، ما بعرف اذا مزبوطه كانت القصه. بركي ما بتذكر بركي بعت بركي بعتوا مكانات او شيء يعني، بس بكم مستشفى ميداني بالاجمال ما فيك تعمل فيه كوفيد. انحكى بهذا الموضوع عده مرات، ما صعب. بس عندي بعد سؤال دكتوره على السريع، الفحوصات البي سي ار لما توصل على لبنان في شيء لجنه بتتاكد انه هي هدول هن الصح او لا او الغلط او شيء، ولا هي بتفوت تتوزع على المستشفيات؟ لانه كنت عم تقول يمكن في بعض الفحوصات هي ما دقيقه او ما او يمكن اكويبمنتس تقصدي. عم تسالي الاسئله الصح بس ما عندي الجواب، لانه يلي بيفتكروا انه هن عم بيتكلوا على الشهاده يلي بتجي مع الكيت، ما عم بيرجع ينعمل شيء بعدين. اوكي. ثانك يو. ويلكم. في حدا بعد عنده اسئله؟ بعد سؤال بس دكتور. اذا عم بيقولوا عم بيقولوا هلا انه اذا بنعمل فاكسين الجريب ممكن يقوي لنا المناعه، هل هالشيء مزبوط؟ لا، عم بينصحوا انك تعملي فاكسين جريب تخففوا على حالهم، يعني يكون في ناس اقل عم تروح على المستشفيات من وراء الجريب، حتى يكون في ناس اقل عم تروح عند الحكمه من وراء الجريب، حتى يعني بور أمبلو هيك ريلاكسي لو سيستم دو سانتي يتفضل للكوفيد. بس مش معناتها انت كشخص اذا عملتي فاكسين جريب رح يتحسن اذا لقيتي كوفيد. لا ما لا اصلا مش جاي على لبنان الفاكسين. الحمد لله هاتوا مش جاي. عم بيقولوا بعد شي شهرين تا يصابكم خلص نوصل مباشر. ولا شو جاي لكم. طيب في حدا بعد اسئله قبل ما ننهي؟ خلاص دكتورة نشكرك على المحاضرة الشيقة والكلمة، طولنا عليك شوية. لا طولنا عليك شوية، ونشكر كل الزملاء بأندية الروتري كلياتهم اللي شاركونا، ونقول لكم ميرسي على حضوركم، وميرسي دكتورة وبوني. وهي بوني يعطيكم العافية. ميرسي، باي باي، الله معك. Bye. Thank you. Bye.